امشي قدامي. من انتم؟ وش تريدون مني؟ فقط ما نحس. اذا ودي تشنجيني بروحك امشي قدامي. خلك مني رجاك، اموت اهون مني امشي معك. امشي قدامي. سنابل وش بي؟ اسكتي ولا كلمه. من انتم؟ وين ولدكم تاخذونها؟ قلت ولا كلمه. هذا الشيخ عامر ولد عايد، ويقول انا طول عمره. اقول اسكت شيء. امشي قدامي، يلا امشي قدامي. انسحبوا انسحبوا يا رجال بساعة. سنابل سنابل يا سنابل. ايه انا بالبنت ما ترد. أرجوكم خلوني بحالي، تراها فضيحة لولد الولد. أقطمي يا بنت ولا أقص لسانك؟ يا رجل أنت ما تخاف الله؟ ما عندك بنيات تخاف عليهن؟ لا ما عندي. وكلمة ثانية أقطمك أجيب آخرتك، تفهمي؟ خلها عنك يوبا. اسكتي، ترى يسويها ويهاذيك. نبهان وش بلاك يا عم؟ رجال قاد يلحقوا بينا لاجل طويلة لسان هذه. تفرقوا كل اثنين بجال لاجل نتوههم بساع. شلون انخفض؟ شلون؟ بنت الشيخ جروح انا تهبوا كل العربان. شلون يعني تنخطف من نص بيتها؟ شلون؟ شوك انت بتوقتها يا شوك؟ قول انك غلطانة يا حربة. ليتني غلطانة يا الشيخ، جيتها تستغيث. شفتهم رجال اثنين وسمعت احدهم يقول انه عامر ولد عايد. عايد؟ عايد ما خلى حدا من شره وما حد عثر له على اثر. الحين طلع له ولد؟ واش الراي الحين يا شيخ؟ وين ودي روح مني؟ والله لجيش عليه كل القبائل، تلبش عليها الصحراء كلها، واللي ما اقدر عليه لحالي تقدر عليه كل القبائل. يلا يا رجال ظهورها يا النشامه، عسى ان الحقها ولاقيها. يلا